بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، قرأ بعضهم بالرفع كما نقرأها وحور عين وتقديره ولهم فيها حور عين، وقراءة الجر وحور عين وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. قوله وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين، تحتمل معنيين، أحدهما أن يكون الإعراب على الاتباع بما قبله كقوله وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كما قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الكسر، وكما قال عليهم ثياب سندس خضر واستبرق على قراءة خضر واستبرق. والاحتمال الثاني أن يكون مما يطوف به الولدان، مما يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين، ولكن يكون ذلك في القصور لا بين بعضهم بعضا، بل في الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين والله أعلم. يعني كأنهم يقودون الحور العين كوصفاء لهن كخدم يقودون الحور العين إلى أزواجهن. الأول أشهر وقراءة الكسر على الاتباع أظهر، لأن الحديث فيه أن المؤمن يطوف على أزواجه، هذا أحب له، هو الذي يطوف على أزواجه، وأن ليس العكس. والله قوله كأمثال اللؤلؤ المكنون أي كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه، كما تقدم في سورة الصفات كأنهن بيض مكنون، وتقدم في سورة الرحمن وصفهن أيضا. ولهذا قال جزاء بما كانوا يعملون، أي هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، أي لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا أي غثا
خاليا عن المعنى أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف. اللغو البطل، كما قال: لا تسمع فيها لاغية، أي كلمة لاغية، ولا تأثيما، أي ولا كلاما فيه قبح، إلا قيلا سلاما سلاما، أي إلا التسليم منهم بعضهم على بعض، كما قال تعالى: تحيتهم فيها سلام. وكلامهم أيضا سالم من اللغو والإثم. قل هذا واستغفر الله.